فقال العاشر: البس الجميل من الثياب. والجميل من الثياب ايش؟ ها، الابيض، ما كان جميلا الاخر ايش؟ ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من قميص، وكان هذا قليلا، اكثر لباسه كانت ارديه وازر، قليل القميص في زمانه. أين الذي كان سيجيب؟ يعني قربت شوي. ما كان يكسو بهاء، أي ما عظم من الثياب عند الناس. والجميل من الثياب ما عظم منها عند الناس، فإن هذا أمر موكول إلى العرف. فالثوب الذي يرتديه ناس في بلد ويكون عندهم جميلا لتعظيمه يكون عند آخرين على خلاف هذا. فالجميل من الثياب ما عظم عند الناس منها، ومعيار تعظيمه العرف الجاري، فإنه يوكل تقدير اللبس جمالا وبهاء وصلاحا إلى أعراف الناس، ذكره الشاطبي وغيره. قال: وأفضلها الأبيض، أي أفضل الثياب في الجمال هو الأبيض، للأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض. رواه أصحاب السنن وإسناده صحيح.